كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبه بي كي اكس دي. واليوم طبعا يا جماعه مع انه كتير قرب تحديث الصيف اللي بلعبه بي كي اكس دي، وكمان حبيت اني اسوي هذا الفيديو عشان انه نتجهز نسوي كانه ملابس تبع الصيف ونسوي كثير اشياء انه هيك صور ومدري ايش. ويب طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناه وان شاء الله كمان تعجبكم هاي الفكره. كمان قولوا لي اذا بدكم فيديو تبع تجهيزات عيد الاضحى، اعتقد بسوي يب. المهم طبعا قبل ما نبلش اشتركوا بالقناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك، كمان حطوا لايك. وطبعا احبكم كثير 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 احبكم. يب طبعا هلا خلينا نبلش. اوكي هلا يا جماعه رح اروح على برايفت سيرفر. ليكو يس. سو هلا طبعا I will hide my cow. يلا ورح ناخذ ايس كريم. لا لا ايس كريم ما عم يظهر على فكره. بس يلا عادي. طبعا يا جماعه اكيد بالصيف بدي اكون كثير كثير مبسوطه، فرح نسوي مكياج مثلا. ابدا معاي باكس. هلا اعتقد انه لازم نروح احلق شعراتي لانه هذا كمان من تجهيزات. جايز طبعا رح احلق شعراتي واخليهم هيك لمده اسبوع تقريبا، يعني دائما رح اخليهم هيك تقريبا. كثير حبيتهم هيك انه بدي اقص شعراتي. لا مو بالحقيقه. نيفر. مو بالحقيقه. اي دون نو صراحه. بس يلا وين الشعر؟ ما انا موجوده. اوكي يلا not problem. اوكي let's pick this. Oh my god look كثير يجننوا. ناخذ معنا كمان هون طاقيه. يلا اول شيء خلينا نقص شعراتنا. واو قصينا شعراتنا ياه. هلا لازمنا طاقيه، بس اعتقد انه هلا احنا لابسين نظارات شمسيه فما بيصير ناخذ معها كمان طاقيه. هذا هو المنطق اللي انا عم فكر به. I don't know بس you know no ما بنعرف بس I think رح ناخذ هذا بس. ياي هيك يس. بس خلي اول شي ناخذ اخر صورة بدون شعر مقصص. ياه let's pick this or this. اوكي let's pick this. هاي كثير حلوة. يس كثير جاهزين هلا. بس على فكرة ما بيصير نلبس طاقية مع نظارات شمسية، هذا اللي انا عم شوفه مستحيل. بس يلا عادي يعني. هلا let's get for us ice cream. لك كثير يجنن. ما حبيت الالوان. با يس I didn't like it them. يس خلينا ناكلهم ونغير. اوكي ناخذ هون اشياء ثانيه. هذول كمان بينك. واي يس مور كولرز. ليكو هيك انه اصفر وهيك يعني كولرز ثانيه. اوكي يس خلي هلا هون ناخذ صوره. ليكو كثير جنن هاي الصوره. ليكو ثواني خلينا ناخذ هون وحده. ياي جايز خطرت ببالي فكرة جنة، مثلا راح اسوي حركات بالبي كي اكس تي وملابس واسويها بالحقيقة. على فكرة عندي شوي ملابس تبع بي كي اكس تي، مو شوي مو كثير، واحدة اثنين ملابس بي كي اكس تي. شو رايكم؟ اللعبة ضد الواقع كثير جن. خلص 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 يس. المهم ما عليكم من كل هذا اللي قلته. المهم طبعا هلا فيني اروح هون على الشاطئ، بس ما بيصير هيك اصبح عن جد. ليكو شلون رح اصبح؟ بروح هون بعيد عشان هون هون هون. هلا رح اغير. شو بدي اساوي؟ خلينا على فكرة نرجع شعراتنا هدولي، شعراتنا الجداد. بدي انا اشيل الطاقية، بدي اضل بس بهذول، وهلا بدي اشيل هذول خلص هيك بدي اضل. ويس هيك 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 بدي يا جماعه. هلا خلينا ناخذ صوره ونزلها انه بول بارتي.
Let's go to the beach! Pool party! Yay! Pool party! وبدي أحط هيك ستيكرز كثير حلوة إنه منعشي، لا مو منعشي، لا إنه ستيكرز حلوة وبس. آه هاد الستيكر حلو، أقصد هاد الفلتر. I don't know. هيك فلتر حلو. آه لا بدون فلتر. هيك أحلى يا جماعة بكثير. هلأ بدي إن هيك أحط يعني ستيكرز. يا ستيكرز كثير حلو. هون كأنه نجمة أشياء كثير كيوت. يا خلي كمان حط هاي. هون مثلا هون يا عم او خلينا نحط هون يا بدي غني كتير كتير حلو انه هيك نروح بفكيشن وليكو تم الصورة جنن ليكو هيك ننزل صورة انه رحنا على الشاطئ ومدري ليش تفاعل هيك عن جد؟ لا 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 ليش هيك؟ روحوا حطوا لايك، روحوا حطوا لايك. هاي الصورة على فكرة كتير جنن. يا ما باسرين ده ما باسرين شو كرهو ماني شانين نمرا رسلور شو او ماي جاد. هلا let's change our clothes. yes خلي نغير عشان خلي نغير الأواعي عشان هلا بدنا نروح نسبح. سيف بدي اشي انه هيك للسباحة فهمتوا. اوه هذا كثير حلو. كثير حلو. yeah boy let's go. yes look. لا انا مو هلا بدي اسبح، لا خلي حتى يجي تحديث الصيف. ما بعرف اذا بده صح يكون تحديث الصيف، بس يلا روحوا شوفوا الفيديوهات اللي سويت عن الايميلات اللي وصلتني واخبار التحديث القادم وشوفوا انتو قولوا لي هل بدها تكون تحديث الصيف او لا. اوه شوفوا هاي الصورة شلون حلوة. بس لا جاس ما مش هيك. لا واو هلا Hello, how are you? كثير حلوة. Yes, شوفوا. أوه جنن. Bacon. Yeah. هلا كثير حبيت هلا بعد ما سبحت وأنا خلينا نسبح. Wow. اوكي على فكرة ما بعرف اني ابدا اسبح بالحقيقة عن جد. I don't know ما بعرف ابدا. يلا هلا خلينا نطلع. لما اطلع بدي اروح هون بدي ارقص تحت شعر وهيك. يلا خلينا نغني ثواني. يلا هلا شو بدنا نغني اصلا. يلا المهم ما علينا، اهم شي نرقص. يلا يلا نغني. I'm mama knees when I'm begging cause I don't wanna lose you. Hey yeah da, 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 da. I'm begging you. Put your loving hands out. yes كتير حلو. على فكرة تذكرت لما اجي تغني هالاغنية تذكرت اشي. روحوا على الانستجرام تبعي، عم حط ستوريات بوشي وهيك تفاعل مدري ايش، فروحوا على الانستجرام كلياتكن. عشان هنيك بتفاعل معكن وبحط ستوريات كتير تقريبا كل يوم كل يومين وهيك، بحط فعاليات اغاني بستوري وهيك. ان شاء الله اضل اتفاعل معكن اكثر وبس. طبعا اعتقد انه هيك بدنا نخلص هذا الفيديو. لا ما بعرف، بس يلا اعتقد رح نساوي اخر اشي اللي هو رح نغير ملابس ورح ناخذ صورة كثير تجنن، رح تكون احلى صورة. هلا ايش رح نساوي؟ انه طلعي بتعرفوا شلون، انه لما تكونوا طالعين طلعي وهيك، تكونوا طالعين بس عشان مشوار انه هيك تتمشوا او اشي. يب يعني رح اسوي هيك انه تبع الصيف كثير حلو هيك، وما بدي احط هون ولا اشي. يس هيك
وهون حط باج انه طالع مشوار. خلص عندي باج فيها بطل بر فر بر فر ما عليكم الاكسنت، لا الاكسنت نو تمام. طبعا بدنا هون يعني باج نحط فيها كتير اشياء، زي مثلا بوتل اوف واتر بوتر ما عليكم، هاي الجمله ما بقدر اقولها كتير يعني بوتل اوف واتر بوتر واتر واتر ما عليكم طن قنينة مي هيك صح وما ادري ايش. بدي باج مناسبة. Yes exactly what I want. Oh this هاي هاي كثير جنة. Yeah لا لا مو هاي، هو هاي هاي خلص هاي هاي اللي بقصد هذه وخلص. اه كان بدي اوه هلا رح ناخذ يعني انه ما بقدر البس ما بقدر البس هيك شيء عن جد. آه ناخذ شبشب، هذا شبشب يس نطلع بالشبشب يس كثير حلو. يلا هلا طبعا يا جماعه انه هذا اخر شيء، لا رح ناخذ احلى صوره باحلى مكان باللعبه عشان نخلص هذا الفيديو، رح نحط سيكرتس حلوه وان شاء الله تروحوا تحطوا لي عليها لايك. النت كثير ضعيف اللي عنده النت ضعيف كمان تعالوا نبكي سوا جايز طبعا هذه هي الصورة اخيرا زبطت معي. قولوا لي احطها بفلتر ولا لا، خلي اول شيء هيك نحملها بدون فلتر. منين قولوا لي اذا بدكم تيتوريال شلون تسوون هاي الصورة، كثير يا جماعة جنة شوفوا شو او ماي جاد نار يا جماعة. اعتقد انه هيك بنخلص هذا الفيديو زي ما شفتوا معنا. طبعا اتمنى يكون عجبكم، فاشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وكمان يعني اهم شيء اشتركوا، وبس احبكم كثير وباي.